مساء الخير عفيفي فليح عامر من حرفيش. يعني بداية لنا شرف اللقاء، تواجد في بيتك العامر في حرفيش والتعرف عليك وعلى مجال شغلك اللي هو مميز، وأنا بوعد المشاهدين بلقاء مميز جدا لأنه موضوعك موضوع مميز. ولكن بداية خلينا نتعرف عليك أكثر. أنا عفيفة فلاح عامر، الأصل من كفر سماح، حاليا بحرفيش، تجوزت قبل سنة، عمري 22 سنة، وهاي هي أنا على طبيعتي، عفويتي وبحقيقتي، لا فلتر ولا إشي، وهذا هو مجالنا. مجال دراستك بكثير أشياء متفرع على كثير استشارات، منبلش بالاستشارات المصالح التجارية، استشارة تسويقية للمصالح، بنرجع معالجة عن طريق الأعصاب واللغة NLP، ومنفوت على استشارات المالية وعالم القروضات وكل هالعوالم اللي أنا فيها. يعني مجال دراستك مجال متشعب جدا، مجال عملك أيضا كذلك، ولا احكي لنا عنه أكثر؟ بدمج كل الجهات مع بعضها، عالم البزنس هو عالم لكل الأمور، فإن كان من ناحية مالية، إن كان من ناحية مادية، وإن كان من ناحية تسويقية، وكمان مع العلاج تبع الـ NLP. الـ NLP هو يعتبر علاج عن طريق الأعصاب واللغة، فعشان صاحب مصلحة ينجح في مصلحته لازم يكون عنده إيمان، فعشان نشتغل على الإيمان لازم نشتغل على العقل الباطني تبعه، وإذا أنا نشتغل على العقل الباطني هون بفوت الـ NLP. وعالم البزنس لازم نحكي عن العالم المادي والماديات طبعا، المصالح التجارية، إن كان من ناحية خطة عمل مادية وخطة عمل تسويقية، فالمجال العمل تبعي كل إشي. فأنا دائما بقول لأصحاب المصالح عندي بتاخذوا كل الأشياء اللي أنتوا بحاجة لحتى تنجحوا والانطلاقة تكون عندكم صح، لأنه للأسف الشديد هالانطلاقة مش موجودة، أما عندي بيكون لكل مصلحة، مستحيل مصلحة توصل عندي وما يكونش عندها النجاح اللي هو بده إياه. يعني بغض النظر عن كبر المصلحة التجارية، بغض النظر عن كبر المصلحة، عندي المصالح الصغيرة للمصالح الأكبر، وللناس اللي صار لها 20 ولا صار لها شهر. يعني عفيفي أنت مبين عليك يعني شابة ذكية، وعرفتي تدمجي بين موضوع البرمجة العصبية وكل ما يتعلق بموضوع الاستشارة. صحيح، وهذا هو أهم إشي، إنه نعرف ندمج بين المواضيع اللي إحنا بنتعلمها. أول شيء أحسن ما موضوعنا يروح على الفاضي إنه تعلمناه. وأنا إنسانة من وأنا صغيرة كنت بآمن كثير عن طريق الإيمان وعن طريق الأفكار إحنا فينا نغير، فبس أقعد مع صاحب المصلحة أنا بصير عنده مرشدة، إن كان لحياته وإن كان كمان لمصلحته، عشان الإنسان ينجح في المصلحة تبعته لازم بحياته الخاصة كمان يكون متسالم مع حاله مع الأمور اللي كمان هو بيكون فيها. لهيك بس نقعد كلقاء، اللقاءات تبعونا بيكون مبرمجة على إنه إحنا بدنا ننجح، مش مهم شو العواقب اللي رح تكون عنا في المصلحة. وإلى أي مدى يساعد هذا الدمج صاحب المصلحة؟ لا، مدى كثير بعيد، عشان هيك 99 من المصالح عندي عنده النجاح كثير كبير، اللي فيه ممكن يبعثوا لي رسالة اللي يسألوني فيها عفيفة وقعت بمشكلة هيك وهيك كيف بدنا نحلها. وأنا من الوظيفة تبعتي بساعدهم، لأنه كل مصلحة وبقولهم انتم مصلحتكم مصلحتي، المشروع تبعكم هذا مشروعي، فبشتغل يعني هيك من كل قلبي فيه. يعني انت بتطلع على المصلحه كمصلحه خاصه فيكي؟ اكيد، هذا شيء كثير كثير قوي. ففيني اقول لك انه عندي كثير مصالح تجاريه وعندي كثير مشاريع، بس لهذا السبب انه حتى لو بكون في الـ في الـ في الـ في المنطقه المصلحه التجاريه فيها، الا ما اطلع اذا في زباين فيش زباين كيف المبيعات، وبسالهم وببعث لهم مين بحب شو بيشتغل بيبدع فيه ومش مهم شو. طيب انا يعني ككوني صحفي وبعمل كثير من اللقاءات، يعني تقريبا بشكل يومي، اول ما فتت لعندك على البيت وقعدت معك ومع جوزك منيب، خطر ببالك سؤال، يعني شفتك شابه بمقتبل العمر، وانا بعرف الصبايا على اي مواضيع بتروح، واستغربت يعني كثير، وبدي اسالك انه كيف خطر لك تفوتي على هذا المجال؟ انا المجال هذا من جيل 18، انا بعمر 18 طلعت اول كتاب لي اسمه اللي خبيك تعتصمي بالعبري، فانا عملته من الصفر، وانا اشتغلت عشان اطلع المصاري وعشان احس في انه انا عم بعمل ابن صغير لي، لمرته عمره 18 سنه،
فتت من غاد على عالم البزنس وشفت قديش عالم البزنس عالم كثير حلو وقديش احنا ناقص عنا الوعي الكامل والكافي لحتى المصالح التجارية عنا تنجح. فقلت رحت اول شيء تعلمت مبرمجة الاعصاب واللغة NLP ومن غاد اتطرقت لعالم البزنس وكنت اصغر واحدة عم تتعلم يعني كلهم الاصغر واحدة كانت 40 وانا تحتية كنت اعتبر بنتهم لكل من كان معي في التعليم قد انه هذا المجال للاسف الشديد ما بتعلمهوش غير كبار بالعمر فاصحاب المصالح اسا بدهم واحدة صغيرة بالعمر اللي تفهم العقل الصبايا والشباب كيف بيشتغل وشو الاشياء اللي بدهم اياها الصبايا والشباب مش مهم شو المجال تبعنا ومش مهم بشو احنا عم نشتغل. كان عندك نجاح في مجال الدراسي والصغيرة بالصف زي ما بقوله وبدي اسالك عن قصص نجاحات مع المصالح التجارية في عندك قصة نجاح بتخطر لك اللي انت تشاركينا فيها؟ في عندي قصة نجاح صراحة لوحدة متدينة بالكورونا انا بلشت اشتغل وبعثت لي رسالة قالت لي عفيفي انا عندي مشروعي براسي الكورونا كنت مبتدئة قلت لها طيب قالت لي بس لسه كورونا كيفنا نشتغل ويوميها بتذكر جملتي اللي قلت لي اياها مش مهم وين احنا واعتبري حالك في الصحراء عايشة ننجح وانا كنت خايفة من هالخطوة بس قلت لها احنا ننجح مش مهم شو وهي وصلت الصحراء يعني من جولس وصلت النقب اقل من شهر وعم نحكي عن كعك مش عم نحكي عن عالم اللي فيه اسا فش يعني ملان فيه بكل بلد فيه فالنجاح تبع هاي هيك حز في قلبي وقلت انا مجبورة اظلني اشتغل وازيد وقوي من حالي بس على اساس انه اساعد لكثير مصالح زي كيف هالامرأة المتدينة نجحت وهي كانت متدينة وبنعرف قديش في صعوبة انه المتدينات اليوم عندنا في المجتمع ينطلقوا فهي كانت عندها انطلاقة لانها هي امنت في حالها الارادة يعني سر النجاح بالضبط. هذا المجال عفيفي الى اي مدى منتشر في المجتمع العربي؟ للأسف الشديد للمدى الكثير ضئيل وقليل ما في منه بس تعلمت المجال وقلت للي عم بيعلمني انه انا درزية وعم بتعلم قال لي عندكم في الوسط ما فيش اول واحدة بتيجي بتتعلم عنا الامارات انه تعلمت بمحل اللي صار له كثير سنين يعلم وللأسف الوعي في هذا المجال كثير قليل بنعده على الأصابع ودائما هيك انا بمحادثات مع اللي زيي بالمجال وبسألهم وبنحكي سوا وبقولوا لي فيش عن جد زينا وهالإشي اللي عن جد زي كف كبير يعني بالنسبة للوعي حكيت عن الوعي لدى المصالح التجارية حول هذا الموضوع كيف أفهم منك إنه خفيف كثير وبس لهاي السنة اللي عم بحس في تقدم بالوعي والناس بلشت تفهم ويمكن لأني بلشت أدمج الإشي بالتسويق يعني هني مش بس بأخذوا من عندي. طيب كيف ممكن إحنا نعمل يعني بهذا الموضوع انه نزيد الوعي والاقبال لهذا الموضوع من قبل المصالح التجارية انه المصالح التجارية تفهم عالم البزنس اليوم بيتغير على مدى يوميا قبل 20 سنة لا كان افتح مصلحة وامشي فيها وبس هذا بتمشي اليوم لا اليوم عالم البزنس كله بيتغير كل يوم عندنا تغيير كل يوم اللي احنا عم نشوف شو التغيرات اللي عم بتصير من ناحية مصاري من ناحية حرب من ناحية الأوضاع المادية المهنية والأمنية عندنا كمان الاشي كثير مؤثر وبيأثر على المصلحة فللأسف الشديد انه اليوم المصالح التجارية عندها بهمهم نفتح مصلحة نجيب البضاعة نحطها نبيعها مش مهم اذا بتنباع المهم انا يكون عندي مصلحة اما كيف انا عم بدير المصلحة هاي ما فيش عندنا عن جد فكرة كيف لازم نديرها فعشان هيك وصلوا لعندي وبشكر ربي انه باخر كم شهر ناس صار لها 20 سنة بالمجال وبس يعرف قديش عمري بصفنا بقولوا احنا صار لنا 20 قلت له مش مهم قديش صار لك قد عمرك بالضبط مش مهم قديش صار لك المهم انك انت اسا اخترت تنطلق وبيكون عندهم الانطلاقة هاي من جديد زي اللي بيعملوا تحديث لكل المصلحة فعندي هيك بصير. طيب احنا عايشين في عالم وفي محل يعني في بقعة من الارض انا بسميها كلها اكشن يعني انا كان عندنا كورونا بعدين كان عندنا الحرب بعدنا موجودين فيها كيف اثرت الازمات التي عصفت مؤخرا بالمصالح التجارية مثل ما قلت لك عن الكورونا والحرب
على عالم الأعمال بشكل عام؟ بأزمة الكورونا، ودائما بقولها وكنت أقولها، أزمة الكورونا الشاطر هو اللي بينجح، من إنه توصيلات وهالأشياء. الكورونا أهم بكثير من الحرب. إجت الحرب وأعطت أصحاب المصالح كف كبير، لأنه هاي حرب مالية ومادية للمصلحة، فالتأثير تبعها كان إنه أصحاب المصالح ضاروا، وللأسف الشديد الدولة ما كانش عنده ولا أي مساعدة، خاصة هون بالشمال ما حدا طلع على الأصحاب المصالح. وأنا بنزل على المحلات وبشوف قديش الأصحاب المصالح ما فيش عنده شو تعمل. اللي كان يفوت مليون اليوم بالصعودة مش عم بأخذوا يعني تعويض من الدولة؟ التعويضات اللي عم بأخذوها بالرغم من إنه بأخذوا تعويضات، أما بضحكوا بوجهم، بس على أساس يسكتوهم إنه الدولة تبعتنا عم بتساعد. فالإشي ما بيساعدش ولا بواحد بالمية، لأنه بيروح على الأشياء اللي لازم يدفعها، وبنسى إنه مصلحته كمان هي بحاجة. طيب أنا ملاحظت يعني عليك إنك شاطرة بشغلك، وبدي أستغل هذا الإشي وأسمع منك نصائح لأصحاب المصالح التجارية. في كثير نصائح في هذا المجال، وشكرا لهالمنصة عشان أعطي النصائح هاي، بس إحنا واقع ونحكي واقع. أصحاب المصالح حطوا رجليكم على الأرض، تروا تنفسوا. إحنا بزمن اللي مش بحاجة نوصي كونتينر عشان نورجي الناس إنه عنا بضاعة. لو بدنا نرجع كمان نبيع من البيت، هاي أكبر خطوة وأحسن خطوة لحد إسه ممكن تعملوها، لأنه إحنا بزمن اللي إذا بتخذش مستشار مصلحة تجارية اللي فيه يعلمك ويعطيك الطرق بزمن الحال تنجح، حرم على كل الشغل اللي عم تعمله. وهالإشي اللي أنا عم بشوفه في كثير مصالح تجارية، مشت في الشغل وسلطحت مع الأمور، بس فيش مبيعات، بس على أساس شوفوني يا ناس أنا فاتح مصلحتي. وفي مصالح تجارية عندي أخذوا استشارة وشفت النجاح تبعهم. فعشان هيك بقول دائما النصائح هاي بناخذها من ناس مختصة، مش من أي واحدة مسكت التلفون وطلعت تحكي. فهالأشياء اللي دائما هيك بتحز في راسي، إنه بشوف ناس تطلع تحكي ما عنديش مشكلة، بس أشياء مهنية تركوها للمهني. أنا بطلعش أحكي بنصائح طبية لأني مش دكتورة، أنا بطلع أحكي عن المصالح لأني أنا بهذا المجال. فتخذوش نصيحتكم من أي بني آدم، خذوا من الناس الصح. يعني بين حكيك كمان فهمت إنه أنت بتنصحي بتقليص المصاريف بهاي الفترة. بالضبط، وأهم من أهم الخطوات، لأنه بالوقت اللي الحالي المصاريف هاي اللي إحنا عم ندفعها زيادة في المصلحة نعرف شو كيف ممكن ندفعها أكبر لقدام. وتأثير الحرب مش بزمن الحرب، تأثير الحرب عنا بيجي بعدي الحرب من ناحية مادية. قديش بتنصحي فتح محل تجاري جديد بهاي الفترة، فترة أزمة فترة حرب؟ ممكن الناس تقول لك اللي بيفتح مصلحة إسا إهبل، أما وأنا بنصحش ولا أي بني آدم يجي يفتح مصلحته بزمن الحرب وهو مش ماخذ مستشار، مش مهم إذا أنا ولا حدا. لسبب واحد، إنه عندي مصالح فتحت بزمن الحرب وإسا عندي بعد مصالح عم تفتح، وعندها نجاحات كثير كبيرة لأنه اشتغلنا على خطة عمل صح للحرب. هاي مش استام أزمة، هاي أزمة اللي التأثير تبعها لبعد 3-4-5 سنين لقدام، ومدى صحيح. زمان كثير بعيد. فعشان هيك اللي ناوي يفتح مش غلط نفتح وناخذ هالخطوة، بس الغلط الكبير اللي رح يكون عندنا ما ناخذش إنسان مهني اللي يساعدنا كيف نعمل هالإشي. طيب عفيفي، مع هاي الطاقات الإيجابية الرهيبة اللي عندك، بدي أسألك عن داعمك في مجال عملك. يعني مجال عملك زي ما قلتي فيش كثير وعي وفيش كثير إقبال، مع هيك متبسمة دائما وعندك طاقات إيجابية، في داعم لإلك أكيد؟ أكيد في داعمين بهالمجال، إن كان من ناحية عيلة وكان من ناحية زوجية، زوج اللي هو دائما بدعمني، وخاصة المجال تبعنا مجال اللي فيه الشغل أغلبه مع الرجال، فكامرأة درزية عم تشتغل مع رجال في نقطة حمراء. أما بشكر ربي دائما وبقولها لهاي الجملة، إذا فيش دعم زوجي أنا ما كنتش فتت على هذا المجال من الأول، لأنه هذا مجال بده قوة، ومرات كثير بكون 24 ساعة على التلفون، فإذا فيش دعم ما بلاقيش النتائج اللي أنا بوصلها اليوم. فدائما بس أتعب بحكي له وبقوله وبشاركه، بس عشان على أساس إنه بعرف إنه غاد رح أخذ هذا الدعم، وهو دعمني أرجع على المصالح التجارية وقال لي خلص هذا المحل هو إلك، أنت مجبورة وإسعى بشتغل معي كمان نفتح بعد مصالح. كل الاحترام لزوجك الداعم منيب عامر طبعا. وبدي أسألك عن مصدر طاقتك.
يعني عندك كمان طاقات هيك حلوة. أنا أول شيء معالجة لنفسي قبل ما أني أعالج العالم. أما بحب المجال تبعي، بحب العالم تنجح، بحب أنه مجتمع ينجح، وبحب أنه مجتمعنا يتقدم بطريقة مخيفة عن المجتمعات الأخرى. وبعرف أنه في عنا، في عنا قوة نتقدم، عنا ذكاء وعنا عقل بوزن ذهب، بس لازم نستغله. والطاقات تبعتي بس أتذكر أنه أنا بساعد، فهناك خلاص أنا مجبورة. يعني كنت أخذ باليوم مصلحة، لا اليوم عم بأخذ أكثر، لأنه بدي قديش أنتج أكثر، قديش بدي أوصل لناس أكثر. الماديات بتهمنيش، بهمني إنه المصلحة تنجح. أول الحرب كان عندي الاستشارة ببلاش، عنديش أخذ بس تعالوا. وهالإشي اللي كمان أعطاني قوة إنه أنا بالمجال تبعي بحبه، هذول المصالح رجعوا لعندي كزبائن وكمشاريع. لأنه اللي بيوصل لعندي مستحيل ما يرجعش بعد مرة، لأنه هاي الطاقات اللي بدنا إياها إحنا في عالم البزنس. طيب بين اللقاءات مع أصحاب المصالح التجارية وبناء خطط العمل والتفكير الدائم، في أوقات فراغ عندك؟ بالليل، أما بالليل كمان بكون عم بشتغل. كيف بتقضيها أوقات الفراغ؟ الأوقات الفراغ عندي بتكون أجدد من معلوماتي، إن كان أشوف الناس الكبيرة في المجال عندي كيف عم بتفكر، كيف عم تنتج، كيف عم بتسوي، لبين أشوف المجالات الجديدة اللي عم تفتح، لبين التغيرات اللي عم بتصير بعالم البزنس اللي إحنا كمستشارين مجبورين نظلنا نراقب ونشوف كل مجال كيف عم بتغير وكل مجال كيف عم بينجح. فلهيك الأوقات الفراغ كمان عندي بالشغل. أما طبعا في أوقات للعيلة، في أوقات للحب النفسي، بالرغم من إنه الفترة الأخيرة فهمت إنه هالإشي شوي عم بضيع، بس مش إشي. المهم انه هالفتره تمرق وبعرف انه بعدين رح يكون عندي الرياحه هاي. هذا بدي اسالك اياه، يعني قديش انت بتقضي ساعات بشغلك؟ من ساعه ما افتح عيوني لساعه ما اغمض عيوني. وهالشيء اللي بقوله لاصحاب المصالح انه ما تخافوش من انكم تبعثولي باي ساعه بدكم اياها. طيب انت متحمسه وبتجاوب هذا الجواب، بس انا مخبي لك سؤال شوي ملغوم، يعني كيف تنسقين بين كونك امراه عامله وربت منزل؟ بعرف عمل التنسيق هاي. في ايام فيها بشتغل الشيله، ايام جمعه اسا بلشت افوتها، بس ايام سبت عندي ايام خلص للعيله بعيد عن التلفون. اما اذا في اشي مضطر وطارئ اكيد بتصلوا لي، فمجبوره اكون غاد من حبي لمجالي. اما التنسيق هذا لازم يجي من كثير تفكير. في ايام اللي فيه بكون عندي اخف شغل بترك كل اشي وبروح لعائلتي، في ايام بيكون عندي اكثر شغل فعائلتي داعمه، فهني فاهمين باي مرحله انا عم بكون فيها وبعطوني الدعم. طب شو مع المواهب؟ اخر سؤال قبل ما اعطيك كلمه تنهي فيها الحوار. المواهب تبعتي انا كاتبه، وكمان لسه عندي تكت بخواطر، يعني قصص بالعبري. خواطر بالعبري. ايوه انا كاتبه باللغه العبريه، بس على اساس اوصل اللغه العبريه بابسط صوره للناس. والمواهب تبعتي بعملها بالوقت اللي فيه بالليل، بس يكون فيه هدوء عشان اخذ الوقت. غير الكتابة عندك مواهب ثانية ولا؟ اني اخترع اشياء وكعك. وكعك؟ انا من النوع اللي بعمل كثير كعك، وفايتي بعلب الكعك، وعندي على الانستغرام كمان وصفات كعك، فهيك المطبخ كمان مجالي. طيب عفيفي، كلمة اخيرة تنهينا بها هذا الحوار. رسالتي رح تكون خاص نص لأصحاب المصالح، ابنوا بمصلحتكم، مصلحتكم زي ابنكم، بس ابنكم يمرض من روح عند دكتور، والمصلحة بس نحسها ضعيفة من روح عند مستشار، مش غلط مش عيب. المستشار حتى بلقاء واحد فيه يغير لنا كل الأفكار تبعتنا، كل إشي اللي إحنا عايشين فيه بغيره. ما تروحوش عند حدا اللي هو بس بده ياخذ منكم مصاري، روحوا عند حدا اللي عنا في ستيغما على المجال تبعنا إنه إحنا غاليين. بس للأسف الشديد لأنه تعاملوا مع فئة اللي هي غالية وبتأخذ كثير مصاري، فلا إحنا عنا منقلل عشان نوصل لنتائج. فتخافوش تأخذوا هالخطوة وخذوها، لأنه إحنا بزمان اللي مش معروف إشي فيه، فإذا منأخذ إسا عشان ننجح لقدام. شكرا جزيلا. أهلين يا هلا.